أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مقر Entrepreneurship. هذا الفصل الثامن لهذا المقرر بعنوان Pricing and Credit Strategies. فاليوم بإذن الله بننظر إلى شيء مهم، أو حندرس موضوع مهم جدا، اللي هو طريقة التسعير بالنسبة لرواد الأعمال. لما يكون عندي منتج جديد أو خدمة وحابب أضعها في السوق، ما هي الطريقة اللي حسعر بها هذه المنتجات، وكيف أتعامل مع الائتمان أو الكريدت استراتيجيز. فمثل العادة نبدأ أول شيء بتحديد الأهداف التعليمية لهذا المقرر، لهذا الفصل عفوا. فأول شيء فحننظر you'll discuss the relationships among pricing, image, competition and value. فهون حننظر إلى العلاقة التي تجمع أو التي تربط the pricing اللي هو التسعير، the image اللي هي الصورة الذهنية للمنظمة. فحننظر كيف إنه التسعير يؤثر على هذه الصورة، the competition اللي هي العلاقة المنافسين وكيف علاقة التسعير بالمنافسة، والفاليو اللي هي القيمة التي يعني اللي هي في الأخير هو السعر، هو ترجمة للقيمة اللي تحصل عليها العميل. فحننظر إلى هذه، أو حندرس أيضا ونناقش هذه النقطة. ثاني شيء سوف نتكلم على أو describe the effective pricing techniques for introducing new products or services and for existing ones. فحننظر إلى ما هي الطرق التي ممكن أن يتبعها رائد الأعمال في تسعير المنتجات أو الخدمات، سواء كانت الخدمات والمنتجات الجديدة أو الموجودة عنده حاليا. ثالث شيء will explain the pricing methods and strategy for retailers, manufacturers and service firms. فهون حننظر إلى يعني أو حنتكلم في الطرق والاستراتيجيات التي يتبعها ثلاث من عناصر القنوات التسويقية، اللي هما أول شيء الريتيلرز اللي هما محلات التجزئة. أذكركم أنه محلات التجزئة هي تلك المحلات تبيع للمستهلك النهائي الذي يقوم بشراء للاستخدام الشخصي أو العائلي. المانوفاكتورز اللي هما المنتجين، الشخص اللي صنع منتج ويبيعه في السوق. والسيرفيس فيرمز اللي هما المنشآت التي تقدم خدمات وليس سلع مادية. فحننظر إلى طريقة تسعير هؤلاء الثلاث big players في قنوات التسويق. رابع شيء will describe the impact of credit on pricing. فنتكلم على الائتمان. ليش الائتمان؟ لأنه طبعا لما بنيجي نحدد البرايسينج، حنشوف بعد شوي أنه يعني الشركات تحتاج أنها تقدم أكثر من طريقة للدفع للعميل، منهم الكريدت كاردز يعني بطاقات الائتمان، أو أنها الانستولمنت، أنها يعني البيع بالتقسيط. فكيف فما هو حننظر إلى تأثير هذه الطرق على عملية التسعير. فطبعا حنبدأ أول شيء بتعريف البرايسينج. أذكركم أنه البرايس أو السعر هو تلك القيمة أو ترجمة القيمة المتحصل عليها من عند العميل إلى نقد، إلى يعني monetary value. فprice is the monetary value of a product or service in the marketplace. يعني هي القيمة المادية، القيمة المالية لسواء كان خدمة أو منتج في السوق. It is a measure of what the customer must give up to obtain various goods and services. تذكروا لما تكلمنا على التسويق وقلنا انه هو عمليه، هو تسهيل عمليه التبادل بين طرفين. فالطرف الاول حيدي الفاليو اللي هو ذلك المنتج اللي يحتاجه العميل، اللي حيقدم حل لمشاكل العميل، والطرف الثاني اللي حيقدمه هو ذلك الجانب المالي. طبعا احنا في ريادة الاعمال بنتكلم مسلي على شركات هادفه للربح. فالطرف الثاني حيقدم فلوس، حيقدم قيمه ماليه لذلك المنتج الذي سوف يتحصل عليه. So it's a measure، هي قياس للشيء اللي حيديه العميل مقابل الحصول على ذلك المنتج أو الخدمة. It requires balancing a multitude of complex forces. فهون حننظر إلى عدد كبير من القوى اللي تدخل في الاعتبار لما نيجي نحدد السعر، حنتكلم عليها إن شاء الله خلال هذا الفصل. Pricing influences every aspect of a small company. طبعا يؤثر على جميع ما تقوم به الشركات الصغيرة. Is an important signal of value to customers. أيضا من الأشياء حنتكلم عليها بعد شوي أنه السعر يعطي فكرة على
قيمة المنتج. يعني في العادة ينتظر المستهلك أنه المنتجات اللي تكون جودتها عالية بيكون أسعارها مرتفعة، المنتجات الرخيصة في العادة بننتظر أنه الجودة تكون مو هي الكل، يعني جودة متوسطة أو ضعيفة. فحننظر إلى ما هو السيجنال، ما هو المؤشر اللي بيديه السعر، ولماذا، ومن هون جت أهمية عملية التسعير. طبعاً involves both math and psychology، يعني في الجانب المحاسبي، الجانب المالي لما بنيجي نحدد السعر، ولكن هذا لا يكفي. يعني إحنا لما نيجي نحدد السعر لا نكتفي بدراسة التكلفة ونضيف عليها هامش ربح وقول لك أنا خلاص حسعر. يجب أني أنظر أيضاً إلى الناحية السيكولوجية، الناحية النفسية، كيف المستهلك يشوف هذا السعر، ما هو الانطباع اللي يجي عنده لما يشوف سعر. مثل ما قلنا الحين هو بيديك مؤشر على قيمة المنتج، فحتى لو إنتاج المنتج كلفني مبلغ بسيط إلا أنا ممكن أني أسعره أسعار مرتفعة حتى أوصل فكرة للمستهلك أنه المنتج هذا منتج ذا قيمة، المنتج هذا هو منتج يعني عالي الجودة، أنه حيدي منافع كثيرة etc. has a greater impact on profits than corresponding increase in unit volume or reduction in costs. فهون طبعا حيكون عنده تأثير على الأرباح، وبالتالي حيأثر على عدد الكميات المتاحة وأيضا على التكلفة. كل هذه الأسبكتس حنيجي إن شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل خلال هذا الفصل. فsetting price is not only one of the toughest decisions small business owners face but also one of the most important. يعني التسعير هو ممكن من أصعب القرارات اللي يجب على رائد الأعمال إنه ياخذه. ليش؟ لأنه أتوقع أنكم درستوا إنه قرار التسعير هو قرار غير مرن. ما معنى غير مرن؟ يعني إني صعب إني أغير السعر. Once حددت السعر، أنا ما بتكلم على عروض أو بتكلم على تخفيضات، بتكلم على السعر اللي هو السعر العادي. فونس وضعت هذا السعر بيصير جدا صعب عليك أنك تغيره، سواء صعودا أو نزولا. على فكرة ممكن يعني تنزيل السعر ممكن يكون أسهل من أنك تطلع السعر. يعني ونس حددت سعر، مثلا لو ببيع لك المياه بريال، بعدين سعر صعب أني أخليها بريالين، يجب أني أبرر هذه الزيادة في السعر للمستهلكين. ولو حددت السعر بريالين وفجأة المسلك القه بريال، وإيجان مش هتكلم، أنا مش بتكلم هنا على تخفيضات، بتكلم على السعر العادي، فالمسلك هيخاف. يعني مثلا لو أنا اشتريت ساعة وكان سعرها مش عارفة، أو مثلا أي منتج سماعات وأنا عارف أنه سعره مثلا 100 ريال، فجأة بلاقي السعر العادي مش المخفض، يعني السعر اللي مش في تخفيضات أو شيء، بلاقي أنه السعر العادي صار 50. فاللي مستلاكلي يصير المستهلك يتشكك، يقول لك إما تقليد أو في مشكلة في الجودة، في مشكلة سموير. يعني إنهم يقللوا السعر أو المنتج متاحهم مش يباع وبالتالي جودته مش كويسة، فالمستهلك يبدأ يعني يتشكك في قيمة المنتج المتحصل عليه. فونس حددت السعر يصير جدا صعب سواء إنك ترفع الأسعار أو تنزلها. فطبعاً setting prices too high drives customers away and destroys the company's sales. يعني ليش القرار هاي صعب؟ لأنه لو وضعت السعر عالي جداً ممكن المستهلك ما يشتري، يحس أنه مبالغ فيه وبالتالي ما بيشتري. ولو وضعت السعر too low، يعني establishing prices that are too low a common tendency among first time entrepreneurs robs a business of its ability to generate profit, creates the impression among customers that the company's product and services are of inferior quality and threatens its long-term success. يعني لو وضعت السعر منخفض، وهي بيقولك انه هاي تندنسي، بيقولك انه هاي شيء كتير بيقوموا به رواد الاعمال، او هاي من الاخطاء الشائعة اللي بيقوم بها رواد الاعمال، انه لما بيجي يحط السعر بيحط سعر جدا رخيص. بس المشكلة انك لما بتحط سعر رخيص اول شيء بتعطي فكرة انه المنتج مش منتج ذا قيمة عالية، أنه جودة المنتج ممكن مش جودة اللي هي واو. ثاني شيء تاكل من هامش ربحك، وأنت في الأول عندك تكاليف التأسيس، عندك تكاليف الترويج، عندك تكاليف كثيرة، فلما بتحط الأسعار منخفضة بيصير عندك هامش ربح جدا قليل اللي ممكن أنه ما يسمح لكش أنك تستدين في الوقت. طيب، وطبعا هاي يؤثر على نجاح المنشأة في الأجل الطويل. طيب،
الحين السؤال الأول اللي كنا يعني كنا نريد أن نناقشه مع بعض اللي هي What is the relationships among pricing, image, competition and value؟ ما هي العلاقة؟ أي تجمع السعر، الصورة الذهنية، المنافسين والقيمة. طبعا السعر حيدي أول شيء فكرة على الصورة الذهنية، هاي تكلمنا عنه الحين، قلنا أنه المستهلك خاصة لما بيكون منتج ومش عنده عليه فكرة، منتج جديد، منتج مش معروف بالنسبة له، فبيحتكم للسعر حتى يكون عنده فكرة على القيمة. فلو لقى السعر مرتفع بيقولك طالما سعرها مرتفع most likely حتكون جودتها عالية، فبيأثر على نظرتنا لهاي المنتج. لو بنشوف منتجات بأسعار منخفضة أغلب المستهلكين حيظنوا أنه المنتج هذا منتج اللي يعني جودته مش كويسة. هو في الحقيقة يعني بتنظرون إلى الأرقام، هاي مو حقيقي. يعني لما تنظرون للأرقام في كثير منتجات بأسعار منخفضة ومع هذا جودتها جدا جدا كويسة. يعني هون مثلا نتكلم على البراندز متاع الريتيلرز، البراندز متاع منشآت التجزئة مثلا زي البراندات متاع كارفور، باندا، شو اسمهم، اكسترا، اكسترا. ففي العادة بيكونوا بالعكس جودتهم ممكن أفضل من جودة منتجات اللي هي بتكون براندد، إلا أنه المستهلك يحتكم في أغلب الأحيان للسعر وبيشوف أنه السعر هو مؤشر لجودة المنتجات وبالتالي يؤثر على صورة المنتج. ثاني شيء، لما بنيجي نحدد السعر ممكنش أني أحده بغض النظر على الكومبيتيشن، على المنافسة. هذا لا يعني، هون ركزوا معايا، هذا لا يعني أني يجب أني أسعر مثل ما يسعر المنافسين. ممكن أني أختار أني أسعر أكثر منهم أو أقل منهم. شوفوا أبل مثلا، غالبا منتجاتها مسعرة أعلى من الكومبيتيشن، إلا أني يجب أني أدرس المنافسة ويجب أن يكون عندي فكرة what's going on في السوق. الفاليو اللي هي القيمة، طبعا مثل ما قلنا الحين الفاليو والإيمج عندهم علاقة وطيدة بعضهم البعض، فالفاليو يعني القيمة المتحصل عليها. المستهلك يقول لك هل المنتج هذا يسوى ولا ما يسوى؟ لو حس انه المنافع المتحصل عليها اعلى من اللي حيدفعه فبتصير القيمة موجبة والمستهلك يقوم بالشراء. لو العكس، لو المستهلك ادرك انه القيمة المتحصل عليها او المنفعة سوري المتحصل عليها اقل بكثير من السعر فيقولك المنتج هذا ما يسوى وما يقوم بعملية الشراء. فهي بيزيكلي العلاقة اللي تجمع السعر مع الإيمج، كومبيتيشن اند فاليو. والحين حندخل ندرسها بعمق. فالكومبانيز برايسنج ستراتيجي از ا ميجر ديترمينانت اوف اتس ايمج ان ذا ماركت بليس، يعني هو مؤشر هام جدا للصورة الذهنية للمنشأة او لمنتجاتها. It is influenced by the pricing strategy of its competitors and is an important element in the value that customers perceive its product or services provide. يعني هو طبعا حيكون استراتيجيات التسعير بيكون متأثرة بما يقوم به المنافسين، لأن المستهلك في الأخير لما حيقارن بيقول لك هذا غالي أو هذا رخيص، بيقارن يعني بيكون عنده مرجع يقارن عليه، بيكون الرفرنس بوينت. فالرفرنس بوينت في العادة هو الكومبيتيتورز، هما المنافسة. وطبعا هو احد العناصر المهمه في تحديد القيمه لمنتج معين. فريسيرش باي يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا وورتن سكول، يعني وورتن سكول هي من ممكن اكبر الجامعات، ممكن جامعه نمبر 1 في التسويق، يعني هي مرجع، هي احد الجامعات الكبيره جدا، هي بالنسبه للتسويق هي افضل من هارفارد يعني في الترتيب. فوورتن سكول shows that company that take a strategic approach to pricing and monitor its results can raise their sales value or revenue between 1% and 8%. يعني الشركات اللي بتحاول انها يكون عندها تخطيط استراتيجي او يعني بتتابع عملية التسعير في السوق وبيكون عندها استخبارات تنافسية وبتحاول انها تنظر او تهتم بعملية التسعير، ممكن انها تزيد مبيعات او حجم مبيعاتها، مش حجم عفوا، ايرادات المبيعات من 1 الى 8
في المية. فديكم مثال، هذا لي ان ايتاليك هاي مثال. فافتر انالايزنج اتس اكزيستنج برايسنج تكنيك يوزنج برايس مانجمنت سوفت وير، يعني استخدمت هذه الشركه سوفت وير، استخدمت برنامج لدراسه الاسعار ولاداره الاسعار. نيويورك سيتي دراج ستور تشين دوين ريد، يعني هاي احد سلاسل البقالة في نيويورك، discovered that parents of newborns are less price sensitive than are parents of toddlers. يعني أنه لما يكون عندك بيبي جديد لسه مولود جديد بيكونوا الأولياء مش كتير مهتمين في السعر، غير الparents، غير الأولياء للأطفال اللي بيكون أعمارهم 3-4-5. فشو اللي راحوا عملوا؟ فthe manager decided to make diaper pricing a function of a child's age. يعني بدا يفكر انه انا سعر الحفاضات يعني حغيرها، يعني حتكون عندها علاقه بالايج، بعمر هذا الطفل. فcutting prices to meet those of competitors on toddlers diapers and raising them on diapers for newborn. فشو اللي عمل؟ راح الاسعار للحفاضات للاطفال اللي هم لسه موجودين جدد، لانه الأولياء مش كثير مهتمين في السعر، مش كثير حساسين للسعر، فوضعهم عالية. بينما الحفاضات للأطفال اللي هما بين قولوا 2-3 سنوات جعل السعر مقارب جدا لسعر المنافسين. هذه الطريقة اللي قام، يعني هاي الاستراتيجية اللي اتبعها صارت، يعني سمحت بزيادة بقيمة 27% من الإيرادات. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا قام بمونيتورينج، يعني هو بيدرس السعر للمنتجات اللي بيقدمها بطريقة محكمة وبيحط استراتيجيات بناء على هذه الدراسات. فلما اكتشف أنه البارنتس ما همش كتير حساسين للسعر لما يكون عندهم مولود جديد، غير لما يكون عندهم طفل أكبر شوي في السن، راح يعني وضع الحفاضات للمولودين جدد بسعر، الحفاضات اللي كبار شوي في السن بسعر آخر، وهي سمح له أنه يزيد يعني 27%، يعني هاي قيمة جدا عالية كزيادة في الإيرادات. فنرجع للبرايس كونفيز إيمج، يعني أنه السعر يعطي فكرة على الصورة الذهنية. برايس سنس إمبورتد سيجنال تو كاستمرز، يعني يديك فكرة على الكواليتي، على الجودة. بوزيشن إن ذا ماركت، يعني الموقع التنافسي لهذا المنتج في السوق. البرستيج، هل هو منتج يديك مكانة اجتماعية أو لا. يونيكنس، هل المنتج هاي فريد من نوعه أو لا. يدي السعر كل هذه، أو يوحي السعر بكل هذه الأشياء. Because most people have difficulty judging the quality of many products and services, they typically associate high price with quality, prestige and exclusivity. يعني لأنه مثل ما قلنا بدري شوي أنه العملاء عامة أو المستهلكين عامة، لما خاصة لما يكون منتج هم مش يعني جديد عليهم أو مش عندهم فكرة كبيرة عليه، فبيتحكموا للسعر. في العادة بيربطوا بين الأسعار العالية وبين الجودة العالية، بين المكانة الاجتماعية وأنه المنتج هاي exclusive، فريد من نوعه. من أخطاء الشائعة لرواد الأعمال، الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، كم small business mistake charging prices that are too low and failing to recognize extra value, service, convenience, quality and other benefits they offer. يعني بيقول لك انه اغلب رواد الاعمال من الاخطاء الشائعة اللي يقوموا بها انهم بيضعوا الاسعار منخفضة جدا، وبينسوا انهم بيقدموا فوائد كثيرة، منها القيمة، منها الخدمات اللي بيقدموها، الراحة في الشراء، جميع البنفيتس اللي ممكن انها تبرر اسعار مرتفعة. The key is to understand the target market and identify how much customers are willing to pay rather than how much to charge. يعني الفكرة كلها انك تدرس الفئة المستهدفة وتتعرف على السعر اللي المستهلك قابل انه يدفعه، ومو العكس. مش انك انا يبدأ الشخص او رائد الاعمال من المستهلك ومش يبدأ من المنتج. يعني أنا مش بنظر إلى تكاليف المنتج أضيف عليها هي مشبح ثم أسعار، لا، الأفضل أني أشوف المستهلك شو اللي قابل أنه يدفعه،
بحد التكاليف اللي تسمح لي إني أقدم هامش ربح، ثم أسعر المنتجات على ضوء ما يريده المستهلك. فاستاديو اوف ذا بزنس ان مالتيبل اندستري باي رافي محمد اوثر اوف ذا ارت اوف برايس. يعني هو رافي محمد توقع انه هاي احد الدكاتره في هارفارد. فايند ذات ذوز كومباني، يعني هو كتب كتاب اسمه ذا ارت اوف برايسنج، ففايند ذات ذوز كومبانيز ذات ريزد برايس باي 1% سو ذا بروفيتس انكريز اوف 11%. يعني هما صعود 1% فقط في السعر يزيد الأرباح بنسبة 11%. يعني أنا لو زدت قيمة 10% الأسعار، يعني كان مثلاً بعشرة صار بحداش، فبتصير الإنكريز 100% في البروفيت، في الربح. طبعا هو على حسب الاندستري، بس غالبا هاي النتيجة. فthe study does not imply that business have free rein to raise prices to any level, but it does suggest that many companies can raise their prices enough to improve their financial results significantly as long as they convince customers that their product or service offer superior value. يعني هاي مهمة، بيقول لك انه هذا لا يعني انه انا بكون جالس يلا خلينا نطلع في الاسعار، قلنا بدري شوي انه المستهلك خاصة لو هو حساس للسعر فكثير بيستاء لو المنشأة بزيد الاسعار وممكن انه يبطل يتعامل معها. ولكن لو انت قادر انك convince، لو انت قادر انك تبرر هذا الصعود في الأسعار، يعني إنه إحنا منتجاتنا ذات جودة عالية، بنقدم لكم خدمات إضافية، بنديكم يعني خدمة عملاء مش لقاها في أماكن أخرى، عندنا الضمان متاعنا أفضل. يعني طالما أنت قادر إنك تبرر هذه الزيادة في الأسعار، فممكن طبعاً دائماً يعني ممكن إنك تستفيد من إنه يعني إنك تزيد في السعر. One expert explained the relationship between value and price. يعني هون حننظر أيضاً إلى الفاليو، إحنا قلنا إنه في علاقة بين القيمة وبين السعر اللي المستهلك يدفعه. فبيقول لك يعني هو حتى في شكل equation، متخافوش منها هي سهلة وبسيطة. فبيقول لك the company standards of doing business plus the product quality and performance، نقسمها على doubt in customer mind يجب أنها تكون أكثر من product and service price plus customer expectation. فبيزيكلي اللي بتقوله لكم هاي الإكويشن شنو؟ أنه تقول لك أنه المستهلك، يعني أنه اللي كنت بحكيها لكم بدري شوي، يسوى ولا ما يسوى؟ لو المستهلك بيشوف أنه المنتج يعني السعر اللي بسعره أو القيمة اللي بتحصل عليها، المنفعة اللي بتحصل عليها من خلال استخدام هذا المنتج أعلى من السعر اللي أنا حدفعه، فبحس أن المنتج يسوى وبشتريه. لو المنفعة المتحصل عليها بتكون أقل من السعر اللي أنا قابل أني أدفعه، فبالتالي بحس انه السعر انه المنتج ما يسوى وما يشتري. فشوفوا هون واحد بيقول لك customers expectation، يعني هو شو اللي قابل انه يدفع. طيب المستهلك شو اللي قابل انه يدفع؟ ممكن يكون سالب او موجب على فكره. وهون نفس الشيء، هون يقول لك company standards of doing business، يعني المتعارف عليه the product quality and performance، جوده المنتجات، تقسمها على شو، على doubt in customers mind، يعني انه الشك اللي ينتبه المستهلك لما يتعامل خاصة مع شركة جديدة أو منتج جديد. يعني according to this equation the value customers gain from doing business with the company and buying its product and services must exceed the price they pay an expectation they have about the company and its product or service. يعني القيمة أو المنفعة المتحصل عليها من التعامل مع شركة أو من شراء منتجات، طبعاً إحنا حننقص منها الشك، هذا قسمنا على الشك، بتكون أعلى من المستهلك قابل أنه يدفعه للحصول على منتجات هذه الشركة. A key ingredient to setting price probably is to understand the company target market. يعني هون أنا حنظر إلى الفئة المستهدفة. The customer group at which the small company is aiming its good product. Rather than ask how much should I charge for my product or service, entrepreneur should ask how much are my target customers willing to pay. فأنا مش حنظر اللي أنا شو اللي بقدر إني أحمل المستهلك كتكلفة
للحصول على هذا المنتج، أنا حنظر شو اللي المستهلك قابل إنه يدفع. For many of products upscale brands sell, their final price are more of a reflection of their desired image than the reality of their costs. يعني بالنسبة للشركات، أغلب الشركات اللي بتبيع ماركات جدا غالية، السعر هو بيكون مرآة للصورة اللي هم حابين، أو يعكس الصورة اللي هم حابين يوصلوها أكثر منه تكاليفهم. يعني شوفوا، أنا وضعت لكم هون ساعتين، بتشوفوا إنه ساعتين متقاربين جدا في الشكل، صح؟ يعني تقريبا هي نفسها، هاي ساعة كارتيه وهاي ساعة سيكوندا، طيب يعني ماركة اللي هي مش كثير معروفة. فلو تنظرون إلى الاختلاف في السعر، اختلاف في السعر عظيم، يعني هذه 275 ريال وهي 29,000. 29,000 وهي يوستا، يعني لو هي كانت جديدة، يوست يعني مستخدمة، لو كانت جديدة أتوقع أنه سعرها حيكون تقريبا في 40,000، برغم أنه شكلهم متشابه جدا. يعني لو تشوفوهم الشكل جدا متشابه، فكارتيه لما حطت الساعة متاعها ب 40,000، هي ما سعرت على حسب التكلفة، لأنه أتوقع أنه تكلفة هذه وهذه مش حيكونوا بعد عن بعضهم البعض. اللي وضعته اللي هو يعني هي عكست قيمة كارتيه، صورة كارتيه، أنه منتج اللي هو ذا جودة عالية، أنه منتج اللي هو يديك مكان اجتماعية معينة، أنه منتج مرموق إكسترا. فبتشوفوا أنه البرايس مو دائما بنسعر على حسب التكلفة، لو كارتيه حتسعر حسب التكلفة ممكن سعر حتى أقل من 200 ريال، ممكن سعر 200 ريال مثلا أو 150، ولكنها سعرت 40,000. يعني هون مثلا يوز 29,000، جديدة ممكن حتكون 40,000. ليش؟ لأنها حابة توصل هاي الصورة، صورة أنه منتجي فريد من نوعه. طيب بالنسبة للكومبيتيشن إيجين، يعني طبعا هي تؤثر تأثيرا كبيرا في تحديد الأسعار. فالكومبيتيتور برايس كان هاف دراماتيك إمباكت أون سمول كومباني سيلز. Today small company face competition from local businesses as well as global businesses. يعني المنافسة بتكون محلية وبتكون أيضا عالمية، ويجب أنه أخذ بعين الاعتبار أسعار المنافسة. بتشوفوا هون، but it is not always necessarily to match or beat them. يعني مو دائما الهدف، يعني هاي فعلا حبتكم تركزوا عليها، أنه مو دائما الهدف أني أحط أسعاري مثل أسعار المنافسة أو أتغلب عليهم بحط أسعار منخفضة. لا، ممكن اني انا حابب اني يعني بدرس اسعار المنافسه، بشوف مثلا انه اغلب المنافسين بسعروا ساعاتهم ب 200، انا بسعرها ب 400 حتى اديك فكره انه منتجي ذا جوده عاليه، انه منتجي مميز، انه منتجي فيه ممكن خصائص مش حتلاقيهم في بقيه الساعات. فانلس سمول كومباني كان ديفرنشيت، ويعني هون الكي في اني اضع اسعار مرتفعه، المفتاح اني اضع اسعار مرتفعه، اني اي ديفرنشيت المنتج بتاعي، يعني اني اميز هذا المنتج. فممكن اميزه من خلال سوبيريور سيرفيس، اني بديكم خدمه عملاء مميزه، ممكن تكون الجوده، ممكن يكون التصميم، ممكن يكون الراحه في الشراء، ممكن تكون السرعه، يعني كل هذه الاشياء، سوبيريور سيرفيس، كواليتي، ديزاين، كونفينينس، سبيد، كلها ممكن انها تميز المنتج. فالاساس لو ذكروا بورتر، قلنا يا اني اقدم نفس الشيء بنفس السعر او باسعار منخفضه، او اني اميز منتجي. فانا لو حابب اني اضع اسعار مرتفعه، وهي يفضل انه صراحه البزنس يضع اسعار مرتفعه، فيجب اني افكر في ما هي الميزة التنافسية اللي حشتغل عليها، وكيف حجعل المستهلك يقتنع أنه منتجي مميز، أنه منتجي غير على بقية المنتجات. فبيفور ماتشينج أني كومبيتيتور برايس، سمول بزنسز أونرز شود كونسيدر رايفلز موتيف. يعني قبل ما، لو أنا قررت أني أضع أسعاري مثل أسعار المنافسين، فيجب أني أنظر إلى ما هو دوافع المنافسين لوضع هذه الأسعار. ممكن يكون يعني بالنسبة للمنافس الهيكل التكلفة عنده مرن، أو هيكل التكلفة يسمح له أنه يضع هذه الأسعار، بس أنا لو حابب أني أعمل مثله فهامش ربح حيكون جدا جدا قليل وما يسمح لي أني أستمر. ممكن أنه يكون ظروف المنافسين غير ظروفي، خاصة لو هو أقدم مني في السوق. فthe similarity of competitors' good and price also influences a company pricing policy. Entrepreneurs must monitor competitors' price on products that are identical to or are that are close substitute for those they sell. يعني نرجع كمان البوردر، لو أنا حقدم شيء نفس المنتج
أو بديل لهذا المنتج وما يختلف عليه كثير، في هذه الحالة أجد نفسي مجبر أني أضع أسعار قريبة جدا من أسعار المنافسين. طبعا المشكلة هون أني مدخل في حرب أسعار، ممكن أني المنافس يتغلب علي بأنه ينزل أسعاره، يكون أنا غير قادرة أني يعني أواكب هذه التغيرات في السعر. فانتربرنت كان كرييت لو كوست ادفانتج باي، يعني لو هو حابب انه يقدم منتجات باسعار اقل من اسعار المنافس، يعني يقلل من التكلفه، فممكن انه يقلل التكلفه من خلال اختيار موقع للمحل، موقع للمنشاه بيكون الايجار فيه بسيط او قليل. ممكن يقلل من مينيمايزنج اوبريشن كوست اللي تكاليف التشغيل، ممكن يحاول انه يقلل منها. بيكون عنده رقابة جدا محكمة على الانفنتوري، على المخازن، وبيحاول انه يدير المخزون بطريقة محكمة. انتم عارفين انه إدارة المخزون ممكن تصل الى ربع رأس المال، فهو مبلغ كبير وتكلفة جدا عالية، فممكن في بعض الأحيان اني اقرر اني اتحكم في هذه التكلفة. providing customers with no or limit services، بقدم خدمات قليلة للمستهلكين، خدمات ما بعد البيع etc. using low cost bootstrap marketing techniques، أرجعكم للفصل السابق. selling basic products but offering customers the option of purchasing additional product or service features that generate higher profit margin، يعني أقدم منتجات اللي هي basics اللي هي أساسية بأسعار منخفضة، ولكن مكملات هذه المنتجات، أو لو حابب تشتري ممكن منتج اللي هو أفضل فحتحتاج أنك تدفع أكثر. مثلا نشوف في بعض الأحيان لما يبيع لك مثلا سيارات، السيارة البيز برايس بيكون ممكن يكون أرخص من المنافس، إلا أنه بعدين لو بتضيف عليه أوبشنات، بتضيف عليه مثلا أنه بيكون فيه مكيف، أنه يكون فيه الشبابيك أوتوماتيكية، بيكون فيه يعني أشياء إضافية، فكل ما حتزيد كل ما حيزيد السعر. Achieving high sales volume that allows the business to spread its fixing cost across a large number of units. فأيضا الشركات اللي بتحط أسعار منخفضة يجب أنه يكون عندها بيكون عندها حجم مبيعات عالي حتى تستطيع أنها تغطي التكاليف الثابتة، وحنيجي نتكلم على هاي الجزئية إن شاء الله بعدين. فprice wars often eradicate companies' profit، مش من مصلحة الشركة خاصة الشركات الصغار أن تدخل في حرب أسعار. حتى الشركات الكبيرة، نشوفوا STC زين موبايلي دائما بيتحاربون خاصة في شهر رمضان على تقديم باقات بأسعار منخفضة. حروب الأسعار هذه ليست في مصلحة أي من الشركات، لأنها بتاكل من هامش ربح الشركة. يعني كل واحد فينا يقلل في الأسعار، كل ما قللت في السعر كل ما أكلت من هامش ربح الشركة. فبست استراتيجي stay out of a price war، يعني حاول ما تدخلش في حرب الأسعار، حاول أنك تتميز، تقدم شيء مختلف إلى العميل بحيث أنه يعني لا تدخل في هذه الحرب. The right price for a product or service depends on the value it provides for a customer. هون هننظر إلى القيمة، focus on value، ركز على القيمة. فعندنا نوعان من القيمة، عندنا the objective value with the perceived value. The objective value هي القيمة الحقيقية، the perceived value هي القيمة المدركة. يعني القيمة الحقيقية اللي هي the price customers would be willing to pay if they understood perfectly the benefits that a product or service delivers for them. Unfortunately, few if any customers can see a product or service true objective value. يعني هي السعر اللي العميل ممكن يدفعه لو يفهم، بيكون عنده فهم دقيق وواضح للمنافع اللي قدمها المنتج. أغلب المستهلكين مش حيكون عندهم هذه المعرفة. Perceived value اللي هي القيمة المدركة، اللي هي القيمة اللي المستهلك قابل أنه يدفعها. People faced with pricing decision often act irrationally. يعني أغلب الأشخاص لما بيجي عندهم قرار متعلق بالتسعير بياخذوا قرارات اللي هي بياخذوا قرارات اللي هي غير منطقية. ففي أحد الدراسات اللي تديكم فكرة كثير واضحة على هذه النقطة، ف research ask shoppers whether they would travel an additional 20 minutes to save $5 on a calculator that costs $15.
يعني لما سألنا المستهلكين هل قابل إنك تمشي أو إنك تسافر 20 دقيقة إضافية، يعني مثلاً أنا ساكن في الرياض أروح لحي أبعد شوي، أنا في قلب الرياض بروح إلى حي أبعد شوي اللي هو 20 دقيقة عن بيتي حتى أتحصل على خصم 5% لآلة حاسبة سعرها 15. المستهلك قالك آه، يعني أغلب المستهلكين قالوا إنه أوكي أنا بروح بمشي هالعشرين دقيقة للحصول على هاي الـ5 دولارات. بينما لما سئلوا نفس السؤال بالنسبة لجاكيت اللي يعني معطف اللي سعره 125 دولار، أغلبهم قالوا لا، بالرغم أنه هو حيربح في كلا الحالتين 5 دولارات، إلا أنه لما كانت 5 دولارات من 15 مثلا يقول لك أوكي أنا حروح المكتبة أبعد 20 دقيقة حتى أتحصل على هذا الخصم. لما قلنا له أنه حتحصل على 5 دولارات خصم لجاكيت سعرها 125 وحتروح إلى متجر أبعد بـ20 دقيقة، قالك لا مش مستاهلة. فبنشوف هون كيف إنه العميل يعني أغلب قراراته المتعلقة بالسعر هي قرارات غير منطقية، ويعني لهذا يعني يجب على الشركات أنها تركز على الفاليو، على القيمة المدركة من قبل المستهلك وليس القيمة الحقيقية للمنتج. Value does not necessarily equate to low price، يعني القيمة مو دائما يعني أسعار منخفضة، بالعكس في عدد كبير من الحالات بتكون القيمة هي أسعار مرتفعة، أسعار تعطي فكرة أن المنتج ذا جودة عالية. فبزنسز ذات انتربرايز ذا برودكت اند سيرفيسز اور كونستنتلي ران سبيشال ديسكاونت برايس بروموشن ماي بي شورت سيركويتد ذا فاليو بروبوزيشن ذي ار تراينج تو بيلد اند كوميونيكيت تو ذير كاستمرز. يعني الشركات اللي دائما بتحاول انها تضع اسعار منخفضه او دائما بتعمل عروض، دائما عروض دائما عروض، فبالتالي بتصير ينظر لها المستهلك كشركات رخيصة، كشركات منتجاتها ذات جودة عالية، ممكن إنها تقلل من القيمة، من مقترح القيمة اللي كانت حابة توصله إلى العميل. لما يتعود المستهلك على إنه يحصل على المنتجات بأسعار منخفضة خلال فترة العروض، يصير ما عاد يشتري فول برايس، وبالتالي هذا ينقص كثير من الهامش الربح للمنتجات. لهذا احنا مش كثير بننصح بانه يكون في دائما اسعار منخفضة او دائما يكون في عروض، يعني او في بعض الاحيان اللي يصير انه بيصير الاسعار الحقيقية مبالغ فيها. يعني شوفوا هون مثلا في المملكة اللي هما الصيدليات، أغلب الصيدليات تبيع منتجات جداً مبالغ في أسعارها، يعني لو تنظر إلى نفس المنتج يباع في أوروبا بتلاقيه يباع بنص السعر، تيجي تشوفون في المملكة تلقى السعر يباع بأسعار جداً جداً مرتفعة. ليش؟ يعني هاي أتكلم عن فول برايس مش الأسعار المخفضة. فليش هذا السعر المرتفع؟ لأنه اللي صار أنه المستهلك تعود أنه يشتري المنتجات مخفضة، تعود انه يعني ما يشتري الا وقت التخفيضات بالنسبه للمواد الصيدله مثل الكريمات المرطبه اكسترا. فصاروا الصيدليات شو اللي بيعملوا؟ بيبالغوا في الاسعار بحيث انه هو لما بيعمل لك بروموشن بيحط لك السعر اللي هو السعر الحقيقي للمنتج. يعني في الاخير اللي بتدفعه يدفعه المستهلك هو السعر اللي حيدفعه لو اشترى هذا المنتج من اوروبا. فاللي يصير انه يصير في يعني مبالغه في الاسعار حتى المنشاه ما يعني حتى تحافظ على الربح اللي هي متحصله عليه اللي او هامش الربح اللي هي مخططه له. فاللي بتعمله انها بتبالغ في الاسعار بحيث انها المستهلك يفكر انه تحصل على سعر مميز في التخفيضات، وهو فعليا يعني ممكن انه يبيع لك المنتج بـ50%، ولكن هو الـ50% هي السعر الحقيقي لهذا المنتج. فلهذا لا ينصح غالبا بانه دائما الشركه تقوم بتخفيضات بطريقه مستمره، وانها تعود المستهلك على انه يشتري في التخفيضات، لانه اما حتكون تخفيضات حقيقيه
وبالتالي هذا سوف يؤثر على أرباح المنشأة، على هامش ربحها، أو حتكون تخفيضات فيك، وبالتالي طبعا يصير في مبالغة في أسعار المنتجات. الحين هذه المبالغة ممكن قبل يعني كانت يعني كانت ممكن أنها تكون يعني تكون حل بالنسبة لهذه الشركات، إلا أنه اليوم المستهلك مطلع على الأسعار في أغلب أنحاء العالم، يدخل على amazon.co.uk، على UK، على أمريكا، على فرنسا، على أي بلد في العالم، وقادر أنه يقارن بين الأسعار ويقرر أنه يشتري من هذه المنشآت. فأجين يعني يجب أنه يكون في تحفظ على البروموشنز. فتكنيكي that company can use to increase customers' perception of value and essentially lower their price with less risk to diminish their brands. يعني الأشياء اللي ممكن إنه يقوم بها المستهلك، سوري المنشأة، بدون ما يعني يضع أسعار منخفضة اللي حتدي للمستهلكين فكرة إنه المنشأة تبيع منتجات ذات جودة منخفضة، offering coupons and rebate، إنك تدي كوبونات، limited time only discount، يعني بيقول لك تخفيض لفترة محددة، مثلا هذا التخفيض فقط في اليوم الوطني، أو هذا التخفيض فقط لمثلا يومين متاع العيد etc. فبدي limited time only. launch a fighter brand. شو هي الفايتر براند؟ اللي هي less expensive no frills version of a company's flagship product that is designated to comfort lower price competitors head on, satisfying the appetites of value conscious customers and preserve the image of the company's premium product. The fighter brand سميهم العلامات المقاتلة. ما هي العلامات المقاتلة؟ هي علامات بتكون أرخص سعرا وتتجه نحو الفئة الحساسة للسعر، مثلا زي دلسي. دلسي هي شركة بيع الحقائب، ودلسي عندها حقائب غالية السعر، والمنافس لها هو سامسونايت. طيب، فعوض انه تيجي دلسي وتقلل من اسعارها بحيث انها تكتسح السوق، لانها لو قلت من اسعارها فحيصير ينظر لها انها حقائب ذات جوده متوسطه او منخفضه. فشو اللي عملت؟ راحت وضعت منتج جديد او براند جديد، علامه تجاريه جديده، اللي هي امريكان توريستر. هذه العلامه هي تابعه لدلسي ولكنها باسعار منخفضه، يعني باسعار قليله، بحيث انه سوري هي سامسونايت اللي عملت كذا. فهي كانت يعني معلش هي سامسونايت اللي وضعت شو اسمه امريكان توريستر، وكان الهدف انها تواجه دلسي، لانه دلسي اسعارها متوسطه. فقررت سامسونايت انها تضع امريكان توريستر عوض انها تقلل من برايس، من سعر سامسونايت، وبالتالي تفقد هذه الفاليو، تفقد فكرة أنه سامسونايت هم حقائب ذات جودة عالية، حقائب ممكن تعتمد عليها، حقائب صلبة etc. قامت وضعت هاي الماركة اللي هي أمريكان توريستر، من خلالها تقاتل المنافس اللي هو دلسي في سوق الأسعار فيها متوسطة بجودة متوسطة. فهي كمان أحد الحلول، أنك تضع براند اللي أقل سعراً وممكن أنها تواجه المنافسة في بالنسبة للمستهلكين اللي بيكونوا حساسين للسعر. One of the most important determinants of customer response to a price is whether they perceive the price to be a fair exchange. يعني again هون ننظر إلى يسوى أو ما يسوى. هل المستهلك بيشوف إنه السعر هذا هو سعر مقصد للمنفعة المتحصل عليها؟ ف companies can influence customers' perception of value. إحنا قادرين إننا نؤثر على إدراك المستهلكين للقيمة. ففور موست شوبرز 3 ريفرنس بوينتس ديفاين ا فير برايس، في ثلاث نقاط تحدد هل السعر مقصد او لا. ذا برايس ذي هاف بيد فور ذا برودكت اور سيرفت ان ذا باست، حينظرون الى خبرتهم السابقه، كم دفعت لهذا المنتج من قبل. فلو بشوف اني دفعت مثلا مش عارف 10 ريالات الحين صار ب 100، بحس انه السعر مبالغ فيه. The price competitors charge for the same or similar product. بنظر النقطة الثانية اللي هي سعر المنافسين. The cost a company incurs to provide the product
أو سيرفيس، يعني التكلفة المتوقعة من قبل المستهلكين لهذا المنتج. بيقول لك أتوقع أنه المنشأة هذا المنتج كلفها كذا، وبالتالي مفروض أنها تبيعه بكذا. طبعاً المشكلة أنه هذه التكلفة في أغلب الأحيان المستهلك ما يقيسها بطريقة صحيحة. في أغلب الأحيان هي underestimated، يعني بيشوف أنها أقل من ما هو فعلياً. فcustomers are less likely to notice small reduction price increase than result from raising cost than a single steep price increase. يعني يفضل أنك لو حتزيد الأسعار تزيدها شوي شوي، لأن المستهلك ممكن ما حيلاحظ هذه الزيادات البسيطة إلا أنه يلاحظ لما تكون في زيادة مرة واحدة. فلو حابب أنك تزيد السعر فيجب أنك تزيده بطريقة شوي شوي، وكل مرة طبعا يصاحب هذه الزيادة مثلا تغيير في العبوة، تغيير في الشكل، تغيير في التصميم، تغيير في الألوان، بحيث أنك تبرر هذه الزيادات للعميل. طيب لو تحتاج الشركة أنها تزيد في أسعارها فيجب أنها تتبع الاستراتيجيات التالية. أول شيء communicate with customer، يجب أنها تشرح للمستهلكين وتبرر هذه الزيادة في الأسعار. مثلاً أنه مثلاً زي ما عملت سنسلك كانت أسعارها جداً رخيصة، وبعدين بدأت شوي شوي تصعد في الأسعار، وبرت هذه الصعود في الأسعار أو الارتفاع في الأسعار بأنه منتجاتنا مقدمة لكم من قبل الخبراء، فيعني أو الشامبو متاعنا مقدم لكم من قبل الخبراء، فإحنا بنتعامل مع خبراء ولهذا في زيادة في الأسعار. طبعا هي غيرت العبوات، زادت مكونات مختلفة، فورمولا جديدة. فيجب أنك communicate with customers، أنك تقنع المستهلكين وتبرر هذه الزيادة. Rather than raise the price of goods or services include a surcharge، يعني يفضل عوض أنك تزيد في الأسعار أنك يعني تعطي زيادة إضافية ممكن تكون يعني ممكن تكون وقتية أو متعلقة بإيفنت معين. فprice increases tend to be permanent but if higher costs are the result of a particular event مثلا momentary shortage of raw material a company can include a temporary surcharge. يعني عوض أنك تطلع في الأسعار وتبقي عليها، ممكن مثلا لو في نقص في المواد الأولية من المواد الخام ممكن أنك تزيد لفترة محدودة ثم ترجع الأسعار، مثل ما يعملوا البنزين لما يكون في يعني ارتفاع في سعر البنزين العالمي لأي سبب من الأسباب بيرتفع سعر البنزين، بس بعدين لما بينخفض كمان بينخفض سعر البنزين. Eliminate customers discount coupons and promotion، يعني ممكن يعني عوض أنك تزيد في السعر تشيل كل ما هو تخفيضات كوبونات أو تنشيط المبيعات. offer products in smaller size and quantity، يعني هاي على حسب، يعني لو المستهلكين حساسين فممكن أنك مثل ما صار مع المراعي توصل إلى مقاطعة، أو ممكن أنه لو استخدمها بطريقة محكمة ممكن أنها تمشي، يعني أنك تقلل من الكمية عوض أنك تقلل من السعر. Focus on improving efficiency everywhere in the company، حاول أنك تقلل من إهدار الموارد وبالتالي يصير هامش ربحك أكثر. Emphasize the value your company provides to customer، ركز في جميع حملاتك الترويجية على القيمة التي تقدمها لعملائك ولتبرر هذه الزيادة في الأسعار. Raise prices incrementally، مثل ما قلنا أنه الزيادة بتكون شوي شوي ما تجيش فجأة. Shift to less expensive raw material، حاول في بعض الأحيان تبقي على الأسعار هي نفسها ولكن تقلل من جودة المواد الأولية. Anticipate rising material cost and try to lock in price earlier، يعني هون التنبؤ بزيادة في أسعار المواد الأولية، ولما بسعر باخذ بعين الاعتبار هذه الزيادة قبل ما أضع السعر في السوق. Consider absorbing cost increases، حاول أنك تقلل من أو أنه you absorb يعني أنك تغطي هذه الانكريز في التكلفة. Modify the product or service to lower its cost، غير في تصميم المنتج أو ممكن نغير في الخدمة حتى تقلل من تكاليفها. Differentiate، أتوقع أنه هاي أفضل طريقة أنك تميز منتجك على منتجات المنافس، والمستهلك يحس أنه منتجك يسوى هذا السعر الإضافي اللي حيدفعه. فكيف أحدد السعر؟ عندنا تذكروا الحد الأدنى والحد الأقصى. الحد الأدنى هو التكلفة،
الحد الأعلى اللي هو الطلب، اللي هو القيمة اللي أو السعر اللي المستهلك قابل إنه يدفعه، وهذه بنسميها the acceptable price range. فهون الـ price floor، الحد الأدنى للسعر هو التكلفة، ممكنش إني أبيع بالخسارة. الحد الأعلى اللي هو المستهلك شو اللي قابل إنه يدفع، أعلى شيء المستهلك قابل إنه يدفعه، ممكن إني أنحدد السعر في هذا الـ acceptable range على ضوء ماذا؟ على ضوء المنافسة شو اللي بتعمل، الإيمج اللي أنا حاب أوصلها، الصورة اللي أنا حاب أوصلها للعميل، إكسترا. طيب، ما هي الأهداف تسعير المنتجات الجديدة؟ فعندنا ثلاث أهداف. أول شيء getting the product accepted، أنه المنتج يحظى بقبول المستهلكين. فهون عندي ثلاث أنواع من البرودكت، عندي revolutionary products اللي هما منتجات جديدة جدا على السوق، ما لهمش مثل سمارت واتش أول ما وضعتها أبل، فكان منتج جديد ما فيش رفرنس له. فهون the acceptable price range for revolutionary product tend to be rather wide، يعني هون أنا عندي إمكانية أني أسعر بالطريقة اللي أنا أبغاها، فالعادة بنحط أسعار بتكون عالية شوي. evolutionary product يعني منتجات موجودة ولكني بطور فيها، مثل الآيفون 14 يجي بعد الآيفون 13 إكسترا، ف يعني products اللي يوفر upgrades enhancement تحسينات لمنتجات موجودة في السوق. فالعادة the acceptable price range for evolutionary product is not as wide as it is for revolutionary product. Companies that introduce evolutionary products with many new features at prices that are too low may initiate a price war. فبالنسبة للمنتجات المعدلة فبتكون عندي إمكانية إني أسعر، ولكن مش زي المنتجات الجديدة تماما. ولو المنشأة بدأت تحط أسعار جدا منخفضة فممكن تدخل نفسها في حرب أسعار. The me too products اللي هو المنتجات اللي متواجدة في السوق اللي لها بدائل كثيرة، اللي مش مختلفة كثير على المنتجات الموجودة، ففي هذه الحالة السعر في العادة هو السعر السائد في السوق. The acceptable price range for this product is quite narrow، يعني قليل، يعني صعب جدا، يعني ما عندكش الحرية مثل بقية المنتجات. And many companies introducing them find themselves left with me too pricing strategies that are the same or similar to those of the competitors. يعني هون again السعر هو السعر السائد في السوق، السعر اللي يقوم به المنافسين. فrevolutionary product عندك مجال كبير للتسعير، بتسعر بطريقة اللي تبغاها. evolutionary product تيجي في النص، المجال محدود ولكن still عندك إمكانية أنك تسعر، وهون المجال جدا ضيق، وفي العادة السعر هو السعر السائد في السوق. فهاي الجول الأول أنه المنتج يكون accepted. الجول الثاني أو الهدف الثاني أنه maintaining market share as a competition grows، يعني أنك تحافظ على حصتك السوقية لما تدخل المنافسة. أنتم عارفين لما نضع منتج جديد في السوق بعد فترة بيصير له منافسين، فأنا حابب أني أضع السعر اللي يسمح لي أني أحافظ على حصتي السوقية بعد دخول المنافسين. يعني في بعض الأحيان الشركة بتقل أسعارها لما تدخل المنافسة. If a new product is successful, competitor will enter the market and the small company must work to expand or at least maintain its market share. يعني أقل شيء أنك تحافظ على الحصة السوقية، والأفضل أنك طبعا تزيد من هذه الحصة. Continuously reappraising the product price in conjunction with special advertising and promotion techniques help to retain market share. يعني هون استخدم الإعلانات promotion etc. Earning a profit طبعا هاي الهدف الثالث، إني أتحصل على أرباح، فإنه يكون المنتج مقبول في السوق، إني أحافظ على الحصة السوقية وإني أحصل أرباح. فهون يقول لك طبعا يفضل انك تحط اسعار مرتفعه لما تضع منتج جديد حتى تقدر تحصل على اكبر ربح ممكن. بالنسبه للاستراتيجيات فهم ثلاث، انا مش هطول فيهم لانكم درستوهم من قبل. فعندكم penetration skimming and life cycle pricing. البنتريشن البنتريشن استراتيجي اني ادخل السوق باسعار منخفضه. الاسعار هذه بتكون هذا عاده للمنتجات اللي ما تكونش فيها يعني تمييز كبير، بتكون منتجات بديلة للمنتجات الموجودة في السوق، تحتاج إلى دعم إعلاني ودعم ترويجي كبير. وهون عندك the objective، الهدف أني أدخل السوق، أني أتغلغل في السوق، وأني أتحصل على high sales volume، يعني أتحصل على
على حجم مبيعات كبير وأبني حصة سوقية كبيرة، build market share. طبعا المشكلة في انه اني ادخل بهاي الطريقة، يعني بالpenetration، يعني باكتساح السوق، انه اني اجذب المستهلكين انه مش عندهم ولا لهذا هذه العلامة، مثل ما عملت كندل. امازون لما دخلت الكندل دخلته باسعار جدا منخفضة، او مثلا لما تعمل سامسونج في بعض خطوط انتاجها انها تحط اسعار منخفضة بحيث انها تكتسح السوق، المنتج يكون منتج مشابه للمنتجات الموجودة. عكسها اللي هي سكيمينج، اني بالعكس بحط اسعار جدا مرتفعة حتى اغطي التكاليف. يعني سكيمينج البنتريشن هي الكاسح، السعر الكاسح، سكيمينج اللي هو السعر الكاشط، اكشط السوق، يعني اني اضع اسعار جدا عالية يسمح لي اني اتفادى الكومبيتيشن. يعني في اسواق اللي في العاده بيكون فيها المنتج جديد، المنتج مختلف، المنتج مميز، فهون ما عنديش منافسه كثيره يسمح لي اني اضع صوره ذهنيه عاليه، اني اغطي تكاليف التطوير، البحث والتطوير لهذه المنتجات. فبضع المنتج كمنتج يونيك فريد، superior to those of its competitors، يعني أفضل من المنتجات اللي بتديها المنافسين، وهو يوجه لأليت جروب، لفئة مميزة من الناس. الفكرة هون أني أضع أسعار عالية ولكن بعدين ممكن أني أخفضها لو دخل المنافسين. The idea is to set the price well above the total unit cost and to promote the product heavily to appeal to the segment of the market that is not sensitive to price. فأنا بحط أسعار أعلى بكثير من التكلفة الكلية، وبدعمه بإعلانات وبترويج كمان كبير، وأقنع الفئة المستهدفة بدفع الفئة المستهدفة اللي هي مش كتير حساسة للسعر بدفع هذا السعر المرتفع. الفكرة هون إني I differentiate، إني أميز منتجي على منتجات المنافسة. فcompany that use skimming strategy often achieve success by emphasizing the intangible benefit of the higher priced goods and services. يعني في العادة بنركز على المزايا الغير مادية لهذا المنتج، المكانة الاجتماعية، الصورة الذهنية، etc. طبعا الشيء الـ advantage of these techniques that entrepreneurs can correct pricing mistakes quickly and easily. يعني سهل انك لو وضعت اسعار منخفضة، يعني ممكن انه يعني يفضل انك تقلل اسعار من انك تزيدها. Life cycle pricing، انك تحدد السعر على حسب دورة حياة المنتج، مرحلة التقديم، ممكن تحط اسعار يا منخفضة حتى تكتسح السوق او عالية، في العادة بتكون عالية في مرحلة التقديم. لما بيدخل المنافس في مرحلة النمو نبدأ نقلل في الاسعار، بنحاول في مرحلة النضج ان نكتسح السوق ونحاول ان نتحصل على اعلى حصة سوقية. ف variation of the scheming price strategy، يعني هي احد ال يعني البدائل، مش بدائل ولكن اختلاف، يعني مثل سكيمينج ستراتيجي ولكن بتكون شوي مختلفة. فusing the technique small company introduce the product at high price then technological advances enable the firm to lower its cost، يعني وبالتالي بتحط أسعار منخفضة فتبدأ بأسعار عالية ثم تخفض الأسعار. by beating other businesses into a price decline the small company discourage competitors and gradually over time become a high volume producer، يعني انها لما بتخفض اسعارها بيصير المنافس لا يقدر على المنافسة وشوي شوي بيصير عندها حجم مبيعات كبير. life cycle pricing is strategy that assumes competition will emerge over time، يعني هون بنفترض انه حيكون في منافسين مع الوقت. Even if no competition arises, company almost always lower the product price to attract a large segment of the market. يعني مع الوقت بنحاول حتى لو ما فيش منافس بنقلل الأسعار بحيث أن نكتسح أو نوصل إلى أكبر حجم من السوق. طيب ما هي الطرق التسعير المتاحة عندكم؟ The odd price، إني أستخدم الأعداد الفردية اللي بتنتهي بستة بتسعة بسبعة. فالدراسات أثبتت أنه استخدام هذه الأعداد ممكن أنها تحسن يعني تكون عندها سميها psychological impression of lower price، تدي فكرة أنه المنتج منخفض. أيضا أنك تشيل الدولار سيمبل، يعني أنك تحط مثلا 21 عوض أنك تحط 21 دولار، أثبتت الدراسات أنه بيكون أفضل من أنك تحط الدولار ساين.
البرايس لايننج اني بيكون عندي خطوط انتاج مختلفه وبسعر بالنسبه لكل خط انتاج بطريقه مختلفه. بتشوفوا مثلا لما تروحوا تعبوا البنزين بيقول لك 91 ولا 95 ولا ديزل، صح؟ لما بتشتري الايفون بيكون على حسب خطوط الانتاج اسعار منخفضه، فهون اسعار سوري مختلفه. فهون بالنسبه لكل خط انتاج بيكون عندي خطوط انتاج اللي هي البيزك الاساسيه، بيكون عندي خط انتاج اللي هو الابجريدد، ويكون عندي خط انتاج اللي هو البريميوم. فبيكون عندي في العاده ثلاث خطوط انتاج: العادي، الابجريدد اللي بيكون فيه مزايا اضافيه، والبريميوم اللي هو يكون افضل شيء. بتشوفوا مثلا السوفت وير، مثلا لو بتاخذي مش عارف بتاخذ مثلا الوان درايف ولا مش عارف مثلا الاي كلاود، بيقول لك انه لو حتاخذ ستورج في الاي كلاود بيكون عندك في العاده ثلاث اسعار: اسعار الاساسيه، اسعار المتوسطه، والاسعار العاليه. فهالبرايس لايننج الدايناميك برايسنج انه الاسعار تختلف مع الوقت. فكتير يستخدموها المجال الطيران، مثلا انا ممكن يكون انا والجالس جنبي في نفس الطائره دافعين اسعار مختلفه، انا لاني اشتريت من قبل فالسعر منخفض، وهو لانه اشترى في اخر دقيقه فالسعر عاليه. فالتكنيك ان ويتش كومباني سيتس ديفرنت برايسز فور ذا سيم برودكت، لنفس المقعد ممكن يكون فيها اسعار منخفضه under this اسعار مختلفه عفوا. فunder this system entrepreneurs sell products in several different price ranges or price lines. For instance, a first-time customers making a purchase at online store may pay a high price for an item than a regular customer. ممكن لو المستهلك مثلا يكون جديد او عابر بيدفع اسعار مرتفعه اكثر من المستهلك او الزبون لموقع معين، او مثل ما قلنا بالنسبه لخطوط الطيران. Leader pricing is a technique that involves marking down the normal price for a popular item in an attempt to attract more customers who make incidental purchase of other items. يعني بينجي المنتج اللي مرغوب فيه وأقلل سعره بحيث أن المستهلك يجي يزور عند المتجر وبيشتري منتجات أخرى. فمثلاً بتشوفه في شهر رمضان المستهلك السعودي بيحب يشتري فيمتو، فييجي ويقللوا مثلاً جي مثلاً باندا تقلل من سعر فيمتو بحيث أن المستهلك يجي لهاي المحل ليشتري منه فيمتو، ولما يجي عشان يشتري فيمتو بيشتري مقاضي البيت الأخرى من هذا المحل. فهاي الفكرة باخذ الليدر، يعني المنتج مثلا بقل من سعر الآيباد أو الآيفون، مثلا شرير بيجي بتقل بسعر الآيفون حتى يجي المستهلك عندها وبيشتري، لما بيدخل بيشتري أيضا منتجات أخرى. فإجان يعني mark down the normal price of a popular item، يعني item اللي هو مطلوب، item اللي هو شعبي اللي هو الناس بيحبوه، والفكرة إنه لو دخل عندي ممكن يشتري منتجات أخرى. فthe company earns a much smaller profit on each unit because the markup is lower، but purchases of other merchandise by customers seeking the leader item often boost sales and profit. يعني هو حيتحس على هامش ربح أقل بالنسبة للمنتج هذا، المنتج المرغوب فيه، إلا أنه حيتحصل على مبيعات أكثر بالنسبة أو حيعوض هذه الخسارة من مبيعات أخرى لمنتجات أخرى. التسعير الجيوغرافيك أو زون برايسينج اللي هو التسعير الجيوغرافي، فهون بيكون في أسعار مختلفة على حسب منطقة جغرافية. ليش؟ لأني بحمل الشيبينج، بحمل الكوست متاع التوصيل. ف عندكم تكنيك هذه الأولى، عندكم تكنيك اللي هي شوي يعني اختلاف في جيوغرافيك برايسنج اسمه يونيفورم ديليفري برايسنج، اللي هو التكنيك in which a firm charges all of its customers the same price regardless of their location even though the cost of selling or transporting merchandise varies. يعني أني بقدم نفس السعر لجميع المستهلكين مهما كانت بعدهم على مركز الشركة. ليش؟ لأني حقسم تكلفة التوصيل على جميع المستهلكين. يعني مثلا لو الشركة في الرياض، فمفروض أنه سكان الرياض بيدفعوا أقل من سكان مثلا الجنوب، لأني لو بوصلها بالجنوب بدفع يعني سعر الشيبينج، سعر التوصيل. إلا أنه شو اللي بتعمل في هذه الحالة وتتبع هذه الاستراتيجية Uniform Delivered Price، أنها بتيجي بتحسب مثلا أنا كم حيجيني من الجنوب، كم حيجيني من الشمال، كم حيجيني من المنطقة الشرقية،
وأحسب كم حيتكلفني هذه التكاليف وأوزعها على الجميع. فكل المستهلكين مهما كان مكانهم الجغرافي بيدفعون نفس السعر، يعني أنه سكان الرياض تحملوا جزء من التوصيل لبقية السكان مثلا في المملكة. الـ FOB Factory اللي هي طريقة أخرى أيضاً، اللي هو أيضاً ينتمي إلى التسعير الجغرافي، إلا أنه في هذه الحالة الشركة بتيجي تضع في الموقع أو في شركتها سعر موحد للجميع، ولكن كل أحد حيدفع التوصيل لحاله، فأنا مش بدخل التوصيل في السعر الأساسي. وبالتالي مثلاً اللي في الرياض حيدفعوا فقط مثلاً 100 ريال، بينما اللي في المنطقة الشرقية حيدفعوا 110، لأنه التوصيل للمنطقة الشرقية ب10، وبتوع الجنوب حيدفعوا 120 لأنه التوصيل للجنوب ب20، فحيكون في أسعار مختلفة على وحيتحمل المستهلك هذا السعر، ولكن الشركة يعني بتحط على مواقعها الأسعار موحدة. فthe FOB factory in which a small company sell its merchandise to customer on the condition that they pay all shipping costs، يعني هم اللي عليهم تكاليف التوصيل. يعني شوفوا هون، in this way the company can set a uniform price، يعني هو سعر موحد في موقعها، ولكن كل واحد كل مسالك حيدفع بطريقة مختلفة. discount اللي هما التخفيضات، again مش هرجع أحكي على التخفيضات، قلنا أنها مش كثير، يعني هي مهمة، ممكن أن تخلصنا من المخزون، ممكن أن تقطع سلسلة الولاء etc، ولكن هي الدامج الهامش الربح للمستهلكين. ف to move stale outdated damaged or slow moving purchase or to stimulate sales، يعني هي هدفها أنها يعني تزيد من معدل دوران مخزون معين، تتخلص من المخزون المتراكم عندك، تجعل المستهلك يجرب بعض المنتجات اللي هو ما جربهاش، تحقق ولاء الموزعين. يعني عندها أهداف والتخفيضات مهمة، إلا أنه بنحاول قد ما يمكن أن نبعد على التخفيضات. وفي طرق أخرى اللي بنخفض السعر، ولكن طريقة بتكون ممكن أذكى، مثلا discount often attract، يعني طبعا بس ندي أول شيء الريسك المخاطر للتخفيضات المتتالية المتكررة، فتجذب المستهلكين اللي هما ما عندهمش ولاء للشركة. لو بتتكرر دائما فهو طبعا يقلل من profit margin، من هامش الربح. الشركات اللي دائما تستخدم الديسكاونت ممكن تؤثر على الريبوتيشن، على سمعتها وعلى الإدراك المستهلكين لجودة المنتجات اللي قد تقدمها. فطرق أخرى اللي ممكن بطريقة أذكى أني أقوم بتخفيض المنتجات، أني مثلا أقدم لويالتي بروجرام نسميهم earn discount، يعني التخفيض اللي بيستحقه العميل لأنه بيكون وفي أو عنده ولاء لمنتج معين. ففي بعض الشركات تديكم كروت مثلا زي شركات الطيران أو سيفورا أو غيرها، تحصل على تخفيضات لما تعيد الشراء، وبالتالي يعني مش كل المستهلكين تحصلون على التخفيضات، يعني والتخفيض حجم التخفيض يعني بيكون على حسب إلى أي مدى هاي المستهلك وفي أو عنده ولاء لماركة أو لا. limited time offer يعني أنه بيكون تخفيض لمدة زمنية معينة، مثلا زي هون regular price 150 sales price 120 for 3 days only، يعني 3 أيام فقط، أو اليوم الوطني فقط، أو في العيد فقط. ف limited time offer steadily decrease discount، ف limited duration discount that declines over time، فأنا بديكم أسعار ومع الوقت تعديكم تخفيض ومع الوقت التخفيض هذا بيقل. when one company used a high low discount 20% for 3 days before returning to the item to the full price، sales increased by 75%. يعني لما أحد الشركات ادت 20% لمدة فقط 3 أيام، وبعدين السعر يرجع لسعره الطبيعي، فزادت مبيعاتها بقيمة 75%. For the same item, steadily decreasing discount 30% the first day, 20% the second day, 10% the third day. Produce an increase in sales of 200%. يعني شوفوا لما استخدمت الـ LTO إنه أديك ثلاثة أيام ربحت 75%. لما عملت هاي الطريقة إنه اليوم الأول حديك 30%، اليوم الثاني 20%، اليوم الثالث 10%، ربحت 200%. فكمان هاي طريقة أخرى للتخفيض، ولكن طريقة ذكية.
Multiple unit pricing is a promotional technique that offer customer discount if they purchase in quantity. يعني هاي الخصومات على الكمية. لو اشتريت كمية معينة فأنا بديك خصم. كمان هاي طريقة أخرى للخصومات. البندلينج اللي هو الكومبو اللي بيكون مثلا اشتري يعني بيكون الحزم نسميهم الحزمة بيكون مثلا اشتري الشامبو اديك مش عارف المبديل الزيت مجانا او مثلا اشتري تو شامبو بسعر شامبو واحد او مثلا لما بتروحوا للماكدونالدز بيقول لك لو تشتري وجبه كامله ساندويتش وكوكا كولا ولا بيبسي واتيفر وفرايز بيكونك ارخص من تشتري كل ايتم لحاله فهاي البندلينج يعني grouping together several product or service or both into a package that offer customers extra value at a special price بدي يعني قيمه اضافيه لو بيشتري في شكل هاي البندلينج يعني هو شكل ايضا شكل من اشكال الديسكاونت شكل من اشكال التخفيض بدون ما يضر بسمعه المنشاه Optional product pricing لما يديك optionات مثلا سيارات بتشوفوا انه هون مش عارف لو واضح عندكم بس كل لون يعني مثلا الـ الـ الازرق الداكن ب 500 يعني بتزيد على سعر السيارة 52 يورو لو يعني لا سوري بتكون سعرها 525 ألف لو مثلا اللون هذا اقل لون هذا اقل يعني بيكون على حسب كل لون بيكون الأوبشنز مختلفة من لو مثلاً السيارة بتكون سعرها بسعر معين مثلاً 100,000 ريال لو بتحط لها مثلاً الـ AC بتصير 110 لو بتحط لها الشبابيك الإلكترونية بتصير 120 نفس الشيء بالنسبة للبيتزا بيكون في بعض الشركات بتديك بيتزا البيزكس بسعر وكل ما تضيف لها إنجريدينت جديد كل ما تضيف الأسعار فهذه نسميها Optional Product Pricing Captive product pricing يعني هي a price a strategy in which the base product is not functional without the appropriate accessories. فالمنتج الأساسي لن يشتغل بدون الأكسسوريز. ففي العادة بنحط المنتج الأساسي رخيص ولكن هو حيضطر إنه يشتري بعدين الأكسسوريز. فmanufacturing of electronic games مثلاً يعني الألعاب الإلكترونية بيحطوا الكونسول نفسها رخيصة ولكن الألعاب بتكون غالية مثلا نسكافي نسبريسو مش هتعرف تستخدميه بدون الكبسولات نفس الشيء مكينة الحلاقة جيلات مش هتعرفي تستخدميها بدون هذوم الموس فمفروض انك يعني بيحطوا سعر المنتج الأساسي ممكن يكون رخيص ولكن لأنه المسالك بعدين حيضطر حتى يستخدم المنتج الأساسي أنه يشتري الأكسسوريز فده اسمه Captive Product Pricing By Product Pricing أنه في الويست تاع المنتج الأساسي بنبيعه وبندخل منه فلوس يعني نشوف النجارة مثلا هذه الفضلات هذه النجارة صاروا بيبيعوها للمصممين الحدائق حتى يستخدموها في تشكيل وتصميم الحدائق. فهون is a technique in which a company uses the revenue from the sale of byproduct to be more competitive in pricing the main product. يعني بتبيع هاي الفضلات الانتاج منتج معين المنتج الأساسي يعني المنتج الأساسي هو الخشب ففضلات الخشب ببيعه حتى أكون عندي كفاءة أو حتى أستطيع أني أخفض تكلفة الخشب اللي هو كان المنتج الأساسي Suggested Retail Pricing يعني في بعض رواد الأعمال لما تكون المنشأة صغيرة ومش عايز يتعب نفسه فبيروح على حسب اقتراحات متجر التجزئة يعني أنا ببيع مثلاً, ببيع مثلاً عطور عن سيفورا فبطلب من سيفورا أنها تحدد لي هي السعر وبمشي على حسب مقترحات هذا المحل. فmany manufacturers print suggested retail prices on their product or include them on invoice or in wholesale catalogs. Small businesses owners frequently follow the suggested price retail price because doing so eliminates the need to make a pricing decision. لو أنا مش حاب أخذ قرار فيما يخص استراتيجيات التسعير فممكن إني أخذ بمقترحات محلات التجزئة. المشكلة أنه طبعاً مفروض أنه استراتيجية التسعير مثل ما قلنا هي استراتيجية جداً مهمة تحديد السعر هو شيء جداً مهم فيفضل دائماً طبعاً أنه يبقى القرار
يعني في يد الشركة. ف for example a men's clothing store may try to create a high quality exclusive image through its prestige pricing policy, but manufacturers may suggest prices that are incompatible with the company's image. يعني ممكن انه بيكون محل التجزئة حابب انه يضع منتج او بحب انه المنتجات اللي تكون في محله تكون عندها فكرة، يعني تكون تدي صورة انه المنتجات تفاخرية، انه المنتجات تدي مكانة اجتماعية، الا انه ممكن المنتج يسعرها باسعار منخفضة اللي ممكن تسبب مشاكل مع محلات التجزئة. Another danger of accepting the manufacturer suggested price is that it does not take into consideration small company cost structure or competitive situation. يعني انه ممكن انه ما تاخذش بعين الاعتبار هيكل التكلفه بالنسبه للمنتجين او الحاله التنافسيه لهم. اخر شيء follow the leader pricing، انك تتبع الليدر في السوق، يعني تشوف ما هي الشركه اللي هي الرائده في السوق واضع اسعار مشابهه للاسعار اللي هي بتقدمها. طبعا المشكله اتوقع انها واضحه انه ممكن الليدر بيكون عنده هيكل تكلفه مختلف على هيكل تكلفه الشركه الصغيره المبتدئه، ممكن يكون عنده ظروف غير ظروف الشركه المبتدئه. ف many manufacturer print suggest retail prices on their products or include them on one small company make no effort to price leaders in their immediate geographic area and simply follow the price that their competitors establish. بس هم يتبعوا اللي بيقوموا به المنافسين. مثل ما قلنا المشكلة انه ممكن انه يكون حالة المنافس مختلفة. طيب الحين حننظر الـ pricing strategies بالنسبة لمحلات التجزئة للمنتجين والسيرفيس كومبانيز. فبالنسبة لمحلات التجزئة أكثر طريقة المعتمدة اللي هي الماركاب، الماركاب برايسنج اللي هي اني بضع هامش إضافي على الكوست. فطريقة جدا سهلة، بنظر التكلفة أضيف لها هامش ربح يسميه الماركاب وبسعر المنتج. ف the difference between the cost of a product and its selling price is called markup. فدولار ماركاب هي retail price minus the cost اللي هو بالنسبة لمحل التجزئة اللي هو السعر ناقص التكلفة. ال percentage of markup اللي هو الدولار markup price وال percentage of cost markup، يعني هو هذا of price وهذا of cost، هي الدولار markup cost of unit. يعني ناخذ مثال حتفهموا منه، لو كان الشيرت يكلفني 14 وانا ببيعه ب 30 فالماركاب هي 30 ماينس 14 هي 16. الحين لو انا حابه البرسنتج النسبه المئويه للماركاب بالنسبه للسعر فبيكون 16 على 30، ولو حابة بالنسبة للكوست فهو يكون 16 على 14، يعني السعر على التكلفة. طيب فهي فقط معادلات جدا بسيطة. طيب لما once entrepreneurs create a financial plan including sales estimate and anticipate expenses they can compute their company's initial markup. يعني once عرفت التكلفة ويكون عندي فكرة أنا كم حاب أني أربح، بيكون ببساطة جدا أني أحدد الماركاب. فthe initial markup is the average markup required on all merchandise to cover the cost of item, all incidental expenses and reasonable profit. يعني أنا بنظر هون إلى أنا حاب أخذ التكلفة بيكون عندي هامش ربح معقول. فلو أنا حابب أحدد كم حيكون من الماركاب فانظر إلى operation expenses reduction and profit، بقسمه على net sales and reduction. حنجي حاجة أخذ مثال حتفهموا منه. ف where operating expenses يعني يعني تكلفة التشغيل يكون فيها مثلا الإيجار، الـ utilities، الـ depreciation، الاستهلاكات، reduction. Reduction طبعا اللي هي التخفيضات اللي حقدمها، include employee customer discount، وال profit اللي هي الربح اللي أنا حابب أحققه. النت سيل طبعا اللي هي المبيعات مع التخفيضات. فمثلا لو أنا suppose that a small retailer forecast sale of يعني فرضنا أنه متجر تجزئة يتوقع أنه حيكون عنده مبيعات بقيمة 980,000 دولار ويتوقع أنه تكلفة التشغيل حتكون 544، حيدي تخفيض بنسبة 24%. لو هو حابب يحقق ربح بقيمة 58%، فحتى يحدد الماركاب حيعمل مثل ما يلي: حيجمع 544 24 و58 وحيقسمهم على 980 مع هذه 24 اللي في ريدكشن، فحتكون الماركاب 62%. فبيزيكلي أي
ايتم في اي منتج موجود في المحل، يجب حتى يكون يحقق لي الربح اللي انا حابب اني اربحه، يجب انه يكون يعني بتكون الزياده على الكوست نتاع هاي الايتم 62%. يعني بتشوف انه طريقه جدا جدا سهله. طيب بالنسبه للمنتجين، فاكثر استراتيجيه اللي مستخدمه اللي هي الكوست بلاس استراتيجي، يعني اللي هي ال بينظرون الى التكلفه او بيحاولوا انهم يحسبون التكلفه. فمانيفاكتشرنج استابليش برايس ذات كونفي ذا كوست اوف دايركت ماتيريال دايركت ليبر فاكتوري اوفر هيد سيلينج اند ادمنستراتيف كوست اند ديزايرد بروفيت مارجن. فبينظر الى التكاليف كلها وبينظر الى الربح اللي حابب انه يحدده. فالكوست بلس بينظر الى التكاليف العمالة، تكاليف المنتج، المواد الأولية، الفاكتوري، المعمل، selling and administrative costs، التكاليف اللي هي المبيعات والإدارية تدخل فيها التكاليف التسويقية، والبروفيت حتى يحقق المارجن. ف the main advantage of the cost plus method its simplicity. طبعا هي سهلة وبسيطة، ولكن طبعا لا تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات المستهلكين وفكرة اني انا حابب الصورة الذهنية اللي انا حاب اوصلها للعميل. طبعا لانهم بيزيدوا البروفيت فبيصير ممكن انهم يتحددون المارجن الهامش الربح اللي حابين يوصله. This process does not encourage the manufacturer to use their resources efficiently. ايضا من بين المشاكل غير انه ممكن انه يضر بالصورة الذهنية، انه ممكن انه لو انا حققت بروفيت، طالما انا حطيتها هون فانا حقق هاي البروفيت، ممكن اني يعني ما اشتغل على تحقيق الكفاءة في عمليات الانتاج. Finally, because manufacturer's cost structure may vary so greatly, cost plus pricing fail to consider the competition sufficiently. يعني هي المشكلة هذه لا تنظر إلى المستهلكين، لا تنظر إلى المنافسة، وممكن إنها يعني تجعل المنشأة لا تشتغل على تحسين كفاءة الانتاج بالنسبة لها. من بين الأشياء ينظر لها المانيفاكتشرر المنتجين اللي هو البريك إيفن برايسينج، البريك إيفن بوينت اللي هم درستوها توقع في أكثر من مقر، اللي هي نقطة التعادل. أذكركم نقطة التعادل هي النقطة التي يتساوى فيها الإيرادات مع التكاليف، بمعنى أنه ما فيش ربح وما فيش خسارة. فكيف أحسب البريك إيفن بوينت؟ البروفيت اللي هو في الأصل بيكون هون صفر، بحسب التوتال كوست صح، فالفاريبل ضارب الكوانتيتي يعني التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة ضارب الكوانتيتي اللي هي حجم الانتاج مع التوتال فيكسد كوست اللي هما التكلفة الثابتة. فهذه مع هذه حتديني التكلفة الكلية على الوحدات المنتجة، بتديني البريك ايفن بوينت. فلو اخذنا مثال يعني مثلا لو انا حاب، طبعا احنا هون حابين نوصل للبريك ايفن بوينت، يعني البروفيت حيكون صفر. فانا حنظر، فرضنا انه احد الشركات بتنتج 50,000 يونت والفيكسد كوست اللي هو 110، وانا حددت السعر يعني والتكلفه المتغيره هي 6.98. فبتصير التكلفه المتغيره الكامله 6.98 ضرب 50، ما هي 6.98 هي التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، تضربها في 50 يونت وتضيف عليها التكلفة الثابتة بتلاقي التوتال كوست التكلفة الكلية تقسمها على عدد الوحدات بتلاقي السعر اللي مفروض انك تسعر فيه. بمعنى انه لو سعرت ب 9.18 ربحك كم؟ ربحك صفر، لا عندك لا ربح ولا خسارة. الحين لو انا حابب اني يصير عندي ربح 50,000، فبضيف الربح هون وبيصير يجب اني اسعر ب10.18. يعني لو حابب اني اوصل الى 50,000 ربح وانا مش عارف انتج اكثر من 50,000 وحدة، فيجب اني اسعر ب10.18. طيب، وعادة اللي مكتوب هون بالازرق انه لو انا محتاج اني اقل السعر، فانا يعني اقل شيء الحد الأدنى اللي هي التكلفة المتغيرة. يعني ليش؟ لأن التكلفة ثابتة أنا ممكن أغطيها بخطوط إنتاج أخرى،
ولكن التكلفة المتغيرة للتغير مع الإنتاج ما يمكن أن أغطيها، ما عنديش إمكانية أني أغطيها، فالحد الأدنى حيكون تكلفة المتغيرة. فشوفوا شو يقول لك: If competitive factor dictates but no below 699. يعني in the short term the manufacturer could sell the product for less than 918. يعني ممكن أني أسعر بأقل من 9 لفترة زمنية محددة، إلا أني ممنوع أني أنزل تحت التكلفة المتغيرة، لأني إجان التكلفة ثابتة ممكن أغطيها بخطوط إنتاج أخرى، ولكن التكلفة المتغيرة ما عندي إمكانية أني أغطيها. طيب البرايسينج بالنسبة للسيرفيس للشركات اللي بتقدم خدمات، فهون نفس الشيء، أنا هحسب الكوست وححدد طبعا الربح. الفرق انه بالنسبه للشركات في العاده بتنظر الى البرايس، بتحسبه على حسب ساعات العمل، يعني usually the actual number of hours required to perform the service، يعني بننظر الى عدد الساعات اللي انا بحتاجها حتى اقوم بخدمه معينه. طبعا لانه ما عندكش منتج مادي، عندك خدمه اللي هي غير ماديه غير تنجبل، فthe price يعني total cost per hour، يعني تكلفه التكلفة الـ يعني أو البرايس في الساعة، اللي هو productive hour على 1 minus the net profit بالنسبة المئوية. ديكم مثال أيضا تفهموا منه. ففرضنا أنه يعني عنده، يعني هو هذا net estimate that he and his employees spent about 9.25 hours in the actual production of computer service repair. net عنده شركة تصلح الكمبيوترات، و يعني اكتشف أو من خلال الدراسة عرف أنه معدلاً هو بيقضي 9.25 ساعة في تأدية هذه الخدمة. Therefore the total cost per productive hour for net، يعني التكلفة بالنسبة للساعات العمل بتكون كما يلي: 104 مع 68,000 اللي هما الكوست على 9.25، يديك تقريباً الساعة متاعي تقريبا ب 18.59. طبعا هذم اللي هما البرودكتيف اور. ف now net must add in amount for his desired profit. He expects a net operating profit of 18% on sale. يعني هو حابب بالحين انه يكون عنده هامش ربح بقيمه 18% من المبيعات، فبينظر البرودكتيف اور هيقسمها على 1 minus net productive target، فبيصير يعني هون 18.59 مقسوم على 1.018 اللي هي البروفيت اللي حابب يوصل لها، بتصير 22.68 في الساعة. فبعيد هو بحسب الكوست قسمها على عدد الساعات العمل، فجيتوا يعني ساعة عمل لو بيسعرها بيصير 18.59 لو مش حيربح. طيب لو حابب انه يحقق ربح بقيمة 18%، فبتصير السعر 22.68. طيب كيف حسبها 18؟ أخذ التوتال كوست وأقسم على عدد ساعات العمل، وكيف وصل لهذا؟ أخذ بعين الاعتبار هون البروفيت اللي هو حابب إنه هامش الربح اللي هو حابب إنه يوصله، وطبق وتطبيق فقط للقاعدة اللي عندكم. آخر شيء حنتكلم عليه اللي هو تأثير الكريدت على البرايسينج. فطبعا انتم عارفين انه اغلب الشركات تضطر، يعني 58% من المستهلكين ينتظرون انه الشركات تقدم لهم كريدت كارد امكانية الدفع من خلال بطاقات الائتمان. عندكم شيء يسمى انترتشيج فيز، اللي هو الفيز اللي البنك لما تتعامل انت بطاقة الائتمان في رسوم تاخذهم البنك عليك كشركة للتعامل ببطاقات الائتمان، يسمى انترتشيج في the fee banks collect from retailers whenever customers use a credit or debit card. فعندك 3 options: يا اما credit card، يا اما installment، ولا trade credit. credit card اللي هو استخدام سواء كانت بطاقات الدفع او بطاقات الائتمان. الانستولمنت اللي هو تقسيم يعني هم الاقساط، اني اقسم المبلغ على مجموعه من الاشهر والمستهلك يدفع بالتقسيط. طبعا هاي بالنسبه للمنتجات تكون كبيره مثل الاثاث، مثل الـ السيارات وغيرها. بالنسبة للمنتجات تكون سعرها منخفض ندي ما يسمى بالتريد كريدت. يعني شوفوا هون small companies that sell consumer durables، يعني المنتجات المعمرة اللي في العادة بتكون كبيرة مثل زي السيارات، زي البوتس، زي الأثاث وغيرها، فهون بتقسم
يعني هون بتبيع بالتقسيط. بالنسبة للشركات اللي بتبيع منتجات اللي هي تكون small item صغيرة الحجم، فتو سبيد كولكشن في بعض الأحيان بيقول لك لو تدفعي كاش بديك تخفيض، أو العكس بيقول لك لو ما دفعتيش بعد بشهر فحيصير عندك رسوم إضافية. فتو سبيد كولكشن سم اوفر كاش ديسكاونت إف كاستمرز باي ذير بالانس أرلي، يعني لو بدفعت بدري فبيصير عندك ديسكاونت، وبينالتيز يعني غرامة لو دفعت متأخر. فكيف تشتغل الكريدت كاردز؟ يعني في العادة الكاستمر مثلا لو هو كاستمرز ميكس 100 دولار بيرشيس فروم ريتيلر، يعني اشترى بقيمة 100 دولار ال 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 من عند مثلا مش عارف محل أثاث، فالمحل أثاث هذا بيرسل الطلب للبنك حتى يقوم بترانزاكشن، البنك ياخذ فيز بقيمة 0.35 يرسلها للكريدت كارد للفيزا أو غيرها، الكريدت كارد ياخذ 0.13، يعني بتشوفوا إنه كل مرة بتضاف رسوم. طيب، والبنك بياخذ في الأخير يعني حتى يتم العملية بياخذ ما يقارب 1.85 دولار كفيز لشراء هذا المنتج بعد ما حسب الفيز متاع البنك وفيز متاع الكريدت كارد. وبالتالي المحل التجزئة هو باع بمية ولكن حصل فقط 97.67، الفرق هو ما أخذته سواء كان البنك أو شركة الفيزا كارد، الفيزا والمستر كارد أو غيره. فشو تأثير الكريدت أون برايسينج؟ يعني حتى تقلل من الفرود، طبعا هي أكثر ممكن الأشياء اللي يخاف منها المسالك لما يتعامل مع الكريدت كارد بطاقات الائتمان، إنك تستخدم يعني أدريس بتكون مواقع إلكترونية بتكون موثقة، تستخدم السي سي في 2 اللي هو بيكون موجود خلف بطاقة الائتمان، إنك تتأكد من الاي بي أدريس متاع المستهلك، تستخدم المقاييس تديهم لك جوجل أو غيرها، الأناليتكس المقاييس الرقمية. لو يجيك حجم كبير من المبيعات من الأوردر يعني طلب اللي هو بيكون بحجم كبير تتأكد منه. ضع يعني الإجراءات والسياسات الأنتي فرود اللي تخص محاربة القرصنة، و contact the company the credit company or bank that issued the card لو صارت أي مشكلة إنك تواصل مباشرة مع البنك أو مع الشركات. ملخصا يعني شفنا في هذا الفصل يعني the pricing techniques the pricing اللي يعني الاستراتيجيات المتاحة لتسعير المنتجات، وشفنا أيضا كيف بطاقات الائتمان ويعني الائتمان وكيف يؤثر على التسعير. فغالبا قلنا إنه التسعير سوف يؤثر على أشياء على aspects مهمين للشركة، منهم الصورة الذهنية للشركة، منهم المستهلكين هذه الشركة، الكاش فلو شفنا يعني كيف تحقق الأرباح والتدفق النقدي لهذه الشركة والأرباح لهذه الشركة. فهذا بالنسبة لهذا الفصل، إن شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم. إن شاء الله في حلقات النقاش سوف نناقش بعض هذه المعادلات، وحنحكي أيضا حندي أيضا مجموعة من الأمثلة بالنسبة لل التكنيكس اللي نستخدمها في او طرق التسعير المتاحه لنا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وان شاء الله نتقابل في الفصل القادم. السلام عليكم ورحمه الله.